كلمة للسيد حسن الحسيني إمام جمعة العمارة، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء، وبالخصوص العلماء العاملين، لا سيما سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهموا بإحياء هذه الذكرى الأليمة، وهي ذكرى استشهاد الولي المقدس الصدري ونجليه، وبالخصوص مؤسسة مالك الأشتر والأحبة المجاهدين في سرايا السلام، فحيوهم جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. يمكن إحصاء أهم معالم التحريك والتغيير والإذكاء والتثوير الذي قاده الصدر الثاني في مشروعه التغييري والإصلاحي، هذا في عبارة واحدة فقط، هي الجمعة والأمة والكفن. نعم، استطاع المرجع الشهيد أن يقدم للشعب العراقي المسلم وخلال سنة واحدة فقط من تصديه الجهادي، مرتدياً كفنه إماماً للجمعة في مسجد الكوفة، ويمكن إجمال حصاد هذا العطاء وعمقه لدى الأمة أنه بإقامته صلاة الجمعة إنما أحيا شعيرة إسلامية ظلت مغيبة، بل غيبها الذهن الفقهي قرونا عديدة تحت عنوان أنها واجب تخييري لا تعييني، فأعاد بها رضوان الله تعالى عليه الفكر الإسلامي الحركي الثائر إلى الوجود الذي ينفتح على الحياة ويتحرك على أرض الواقع بلا تهيب أو تردد أو استئذان. وفي هذه الصلاة تنفس الناس وعظاً وإرشاداً وحركية، واستعادوا من خلال هذا المؤتمر الإسبوعي انتماءهم وهويتهم ووجودهم. وفي هذه البداية توجست السلطة وتطيرت شرا، لأنها تريد للإسلام أن يبقى أسير التكايا. قام المرجع الشهيد بإرسال الوكلاء والمبلغين إلى كافة أنحاء العراق، ووصل بعضهم إلى مناطق نائية ومعزولة لم يكن أهلها يحملون يوماً أو يحلمون يوماً بصلاة جماعة في ذلك الوقت. وبلغ عدد أئمة الجمعة أكثر من 70 إماماً حينها، كان معظمهم من الشباب الرسالي الواعي الثائر الواعي والثائر، الذين عرفوا كيف يخاطبون الأمة
ويفهمون عفويتها ولغتها ووصفتهم بعض وسائل الإعلام العالمية فيها أنهم شباب من ذوي الهمة العالية يتم اختيارهم على أساس الوعي والشجاعة كي يتمكنوا من تشخيص واقع الأمة وتجسير الثقة بينها وبين الحوزة من جهة وسحب هذه الثقة من السلطة من جهة أخرى. أسس المرجع الشهيد المحكمة الشرعية مقابل محاكم الدولة وحاول من خلال هذه المحكمة إلفات نظر الأمة هويتها الدينية من جهة وإشعارها بأن السلطة بعيدة عن أحكام الدين من جهة أخرى. كذلك أصدر رضوان الله تعالى عليه فقه العشائر أو ما يسمى السنين العشائرية وأوضح عدم انطباق بعض السنن العشائرية المعمول بها مع تعاليم الإسلام محاولاً من خلال هذا التوجه أو التوجيه الدقيق الدخول إلى عالم العشائر العراقية المغلق والسعي لحل كل المشاكل العشائرية العويصة في المجتمع العراقي. وأصدر المرجع الشهيد مجلة الهدى التي تهتم بشؤون الحوزة والأمة وفق المسموح به وجعلها جسراً بين الشباب الرسالي الواعي والمركز الديني في النجف الأشرف في محاولة مدروسة وإن كانت متواضعة لاستقطاب الحس الرسالي عند الشباب الواعين المثقفين العراقيين المحرومين من كل ألوان الثقافة. كذلك حرص المرجع المظلوم من خلال خطبة صلاة الجمعة وحواراته المسجلة الكثيرة جداً وهذه المجلة والسنينة العشائرية المذكورة أن يوحي لأبناء الأمة بالارتباط الحقيقي مع الحوزة العلمية. ركز السيد الشهيد على تنفيذ الأوامر وأهمية الوحدة والتكاتف والتآزر في اللحظات العصيبة ومثال على ذلك ما كان من مسألة دعوة السيد الشهيد العامة إلى المسيرة الراجلة إلى كربلاء الحسيني عليه السلام ومن ثم تحديدها بعد صدور أوامر صارمة من السلطة توحي باحتمال اشتباكات دموية في حال الإصرار على تنفيذها. بدأ المرجع الشهيد رضوان الله تعالى عليه وعلى نجليه تصعيد لهجته المواجهة مع النظام بعدما أيقن بأن شهادته لا محال وفي محاولة مدروسة ومخططة لبلورة أقصى حالات العداء والقطيعة الممكنتين بين السلطة والأمة من خلال تأكيد السيد الشهيد ورفضه الدعاء للهدام في صلاة الجمعة رفضاً مطلقاً والتهجم على أمريكا وإسرائيل وبريطانيا في الصلاة والخطب والمناسبات العديدة ودعوة الناس للبراءة من هؤلاء المتكبرين. السلام عليك سيدي ومولاي يوم ولدت، السلام عليك سيدي ومولاي يوم تصديت للمرجعية، السلام عليك سيدي ومولاي يوم استشهدت، السلام عليك سيدي ومولاي يوم تبعث حيا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.